طب ننتقل للفقيه الآخر. من هذا الفقيه؟ من يعرف به؟ نعم نعم، القاسم. من القاسم؟ وأين هذا المعلق؟ واصلخ. نسمع من أخينا، تفضل. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، ثقة أحد الفقهاء السبعة، مات سنة 600. نحن ذكرنا في درس الجمعة من هم فقهاء المدينة السبعة. هناك فقهاء سبعة كانوا في المدينة، لسنا الآن بصدد. فهذا هو أحدهم، القاسم بن محمد. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق الجد، رزقه الله ابنا سماه محمد، فتعدى الخير إلى الحفيد. دائما الخير له ثمرة ولو بعد حين. أثبت على العلم، أثبت على تقوى الله، حتى لو رأيت أولادك شردوا من العلم والفقه، فإذا كنت صادقا مع الله فالله سيرزقك ثمرة العلم والصدق ولو في أحفادك، ولو في أحفادك. انظر هذا الخير وصل إلى من؟ من فقيه المدينة؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. يا الله، كم يسر الإنسان عندما يرى أن ابنه أصبح فقيها. طب لم يرى، ربما يصل الأمر إلى الحفيد. لا تستعجل، لا تيأس، كن على ثقة بالله أن الله سيكافئك. أثبت على العلم، أثبت على صدقك مع الله، أثبت على الطاعات والخير.